ذواتكم أنتم كل ذات على حده مقدسة. إياكم أن تسمحوا لشياطين الجن أو الإنس أن ينالوا من صفائها أو نقائها أو قدسيتها. إياكم أن تسمحوا لأحد أن يوجهكم الوجهة الخاطئة أو يزرع فيكم البذرة النجسة أو الغير نقية وطاهرة ومثمرة. ذواتكم مقدسة، لقد اصطفاكم الله من بين كل المخلوقات على أن تكونوا خلفاءه في الأرض. أتعرف ما معنى أن تكون خليفة الله في أرضه يا هذا؟ أنت على حدة، اسمع الكلام، لك كل واحد منكم لك الكلام بعينك أنت. أتدري ما معنى أنك خليفة الله؟ أتدري ما معنى بأن الله اختارك أنت لتحميلك الأمانة؟ اختارك أنت لإرسال رسله إليك وإنزال كتبه عليك وتحميلك، تحميلك مشروع العمل، عمل الذي يسعد البشرية والذي يحقق العدالة. اختارك أنت من بين كل الموجودات. إنه التشريف مع التكليف، إنه التشريف مع التكليف يا سادة. ذواتكم مقدسة، لا تجعلوها رخيصة يؤثر عليكم إعلام أو يؤثر عليكم أفلام أو تؤثر فيكم أغنية ساقطة أو يؤثر فيكم مشهد ماجن. ذواتكم مقدسة، لا تسمحوا للدجاجلة الذين يمتهنون الدين، لا تسمحوا لهم أن يذلوكم أو يحولوكم إلى أتباع قد أغمضت عيونها وصارت كالأموات كالميت بين يدي موسله. لا تسمحوا، ذواتكم مقدسة. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ اعرف قيمتك، ذاتك مقدسة، تربتها من الجنة طاهرة، لا تسمح لأحد أن يبذر فيها بذارا أو يغرس فيها غرسا ليس كما يليق بمقامك وذاتك المقدسة. نعم نعم، احذر المتاجرين بالدين، احذر المرتزقة بشعارات الصلاح والإصلاح، احذر، ابتعد عن الأجواء الملوثة سواء كانت شبهات أو شهوات أو متشابهات أو سواء كانت معاصي أو حتى كانت أشكال تدينية سطحية جوفاء. ولا تقبل إلا الزرع النقي التقي، ولا تقبل إلا المشروع الكبير السامي، ولا تقبل إلا الهدف النبيل العظيم الذي يليق بذاتك كحامل للا إله إلا الله محمد رسول الله. اعرف أن ذاتك مقدسة، فلا تسمح لأحد أن يقترب منها. ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، والشمس فوقك عسجد يتضرم.